خلونا في البداية ننعي للأسرة الرياضية ولأسرة السباحة في النادي الأهلي وأسرة النقد الرياضي رحيل واحد من عمالقة النقد الرياضي الكبار، الناقد الرياضي الكبير الأستاذ ماهر فهمي. أستاذ ماهر فهمي وفاته المنية هذا الأسبوع عن عمر يناهز 85 عاما، بعد مشوار حافل مع النقد الرياضي، نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر، عمل من قبل في أخبار اليوم، وأسرى الحياة الصحفية بالكثير، ورئيس القسم الرياضي وأشرف لسنوات طويلة في القسم الرياضي في أكتوبر اللي كان نائب رئيس تحريرها، وخلفيته الرياضية كبيرة وثرية، كان بطل النادي الأهلي في السباحة، كان سكرتير ألعاب الماء في النادي الأهلي، كان في الاتحاد المصري لكرة للسباحة قبل أن يمتهن النقد الرياضي عن تخصص. رحل هذا الأسبوع عن دنيانا، تغمده الله بواسع رحمته وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، والحياة كان وثيق الصلة بالنادي الأهلي وبكل مسؤولي النادي الأهلي. هتشوفوا دلوقتي فيديو نادر، كابتن صالح سليم في مدرج التتش، قدام منه أو جنب منه الفنان الكبير عمر الشريف، والصحفي اللي جاي ياخد تصريح من الأستاذ عمر الشريف ويجادله هو الأستاذ ماهر فهمي الذي غيبه الموت هذا الأسبوع. نشوف. ما في برضه زواري في البرازيل بقى، البرازيل قال احنا في ده لازم صواريخ في البرازيل، يبقى كل ماتش على الاقل كل المشجعين كل فريق عندهم صواريخ وبومب وحاجات فظيعه جدا، ونار يولعوها وبيعملوا اوركسترا معاهم. اهلا اهلا اهلا، بالنسبه للتلفزيون على كده اللقطة دي يا جماعة بتلخص حاجات كتير جدا جدا جدا، رحمة الله على الجميع. يعني الأستاذ عمر الشريف بين قطبين مقطب النادي الأهلي، كابتن صالح عادل هيكل وجنبهم ممدوح عبد الحكيم رحمة الله على الجميع، ولكن الحس الإعلامي اللي عند الأستاذ ماهر فهمي ألح علي أن ينتهز الفرصة عشان ياخد موضوع عفوي تلقائي ما فيهوش اصطناع ويسألوا عن أسئلة من ضمنها مثلا الحضور الجماهيري والجماهير والعنف الجماهيري اللي كان العنف الجماهيري ده كان الجماعة يقولوا شيل الرف ولا يشتم له شتمتين يعني. إنما الأستاذ عمر الشريف المتابع قال له لا شوف أمريكا اللاتينية بيحصل فيها إيه. الامثال هؤلاء، انت بتقول ماهر فهمي، ماهر فهمي ابن حديقه النادي الاهلي، هو زميل زميل عمره وعاش معانا وفي جنينه النادي الاهلي، ما كانش بيعدي يوم الا ما بنلتقي جميعا، وكان لنا المكان هو اللي على مدخل الكلاب هاوس ناحيه اوضه المدير عشان نتجمع جميعا، كل واحد بعد ما يخلص اللي وراه يجي وعارف انه هيقابل حد من الشله دي، فاعتدنا عليه واعتاد علينا، ولكن هذا المشهد للأسف الشديد أكلته الأيام بغيابات هؤلاء القامات، وما أظنش أن في حد هيحرص على هذا الحضور والمعايشة مع النادي الأهلي بهذا الشكل، معايشة لكل شؤون النادي الأهلي. ولذلك حتى أنت الجمعية العمومية كانت لما تيجي تنتخب عارفين المترشحين واحد واحد، عارفينهم بشكل شخصي، احتكوا بيهم وتعاملوا معاهم، لان الجمعيه عموميه وتكت 2000 2500 واحد يعني، وكثيرا ما كانوا يتفق على مجلس اداره قبل الترشح يعني. انت ناوي تنزل يا فلان؟ انت عايز تنزل؟ طب انا اجل بقى المره الجايه، اتفضل حضرتك بقى. اذا كان في توافق كان بيحصل كتير هذا الموضوع يعني، لكن هو طبيعه
النمو السكاني الضخم والنمو في عدد الأعضاء وطبيعة الإعلام وطبيعة الحياة واندماجها بشكل إن 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 بص يعني الفن والرياضة كانوا عاملين إزاي؟ ها؟ كان في تلاحم.